السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة زكية. في هذه الحصة ديال اليوم غادي نشوفوا تي شورت ديال الوليدات. انا عندي هاد الثوب غادي في الصالون خيطو ديال سيزون 7 و 8، يعني هاد القياس اللي غادي ندير يقدر يجي الولد اللي عنده 6 سنين 7 سنين 8 سنين. تبعوا معايا المراحل. اول حاجة خديت الثوب على 4، طويت الثوب على 4. غادي نشوفو الطول شحال عندي، نحدو الطول شحال عندنا في الطول، ناخدو الطول. انا عندي هنايا غادي ندير 54، غنزيد يعني عندي في الطول 52 وزدت 3 سنتيم بالنسبة للخياطة والتنية لتحت. غادي نخدم هنايا. بالنسبة انا هنايا درت الثوب، تقدروا ديرو يعني الثوب باش ما يتسترس عليكمش، باش يبان لكم. غادي نخدم بستيلو، انا غادي نطراسي بستيلو باش يبان. نديرو 55 في الطول، غادي نطراسيو الكتف، يعني هذا خط الكتف، هذا خط الكتف. بالنسبة انا هنايا عندي الثوب مسدود، هنا محلول، دونك هنا غادي نخدمو، غادي ندخلو بستة ونص في العنق او 6 سنتيم على حسب. هنا غادي ننزلو بدو، يعني 2 سنتيم. غادي ندير هاد التقويرة هادي، ندير هاد التقويرة هادي. عندنا الكتاف، شحال عندنا في الكتاف؟ عندي 31 في الكتاف، يعني العرض الكتاف عندي 31. نشوف، نزيدو زائد سنتيم، عندي 16 في الكتف. انا نديرو 16 في الكتف، غنزلو هنايا بجوج سنتيم في الكتف، وغادي نصيلو النقطة ديال العنق، غنصيلو هاد النقطة مع هادي. نتمنى يكون واضح وكيبان ليكم. هادي النقطة ديال الكتاف. هنا غنزلو الارتفاع ديال الصدر، ارتفاع الصدر عندي 18، نديرو 18 18. هنايا غادي ننزلو بهاد المسافة ديال الكتاف، غنزلوها في الصدر باش نديرو زاوية قائمة. هنا خاصها تكون زاوية قائمة، يعني خاصها تكون هنايا زاوية قائمة. غادي نديرو شحال عندنا في الصدر، يعني الربع ديال الصدر عندي 22، 22 22 يعني من هنا لهنا 22. غادي نديرو هاد التقويره هادي، نصيلو هاد النقطه مع هاد النقطه، ندخلو هنايا. دابا هنايا درنا 22، غنزلو 22 حتى لتحت، يعني هبطنا نيشان 22 لتحت. غادي نخليو غير 21 بالنسبة لتحت في الباب، 22 21 عفوا. غنصل هاد النقطة مع هاد النقطة هادي كما كتشوفو. دابا غادي ندوزو نقطة، غادي نقطعو. بالنسبة للثوب، الثوب ليكرا ديال القطن،
نحطو شويه من هنا كما كتشوفوا. غادي نحيدو الطبقه ديال لودو، يعني الخلف، وناخذ الامام، وغادي نديرو التقويره ديال الامام ديال العنق كما كتشوفوا هنايا. غادي نطويو كما كان وناخذو العنق، غادي ننزلو هنايا بسبعة سنتيم حتى ندير لي سياج ونشوف العنق واش عريض ولا لا، وغادي او 8 سنتيم، 7 على حساب العنق واش بغيتوه عريض ولا ضيق. انا غادي ندير 8 لان غادي نزيد لابوند، واحد لابوند العنق، وغادي ندير هاد التقويره هادي. كما كتشوفوا غادي ندوزو ندير كما كتشوفوا هنا، طويت كذلك الثوب على 4 باش نخرج لي مونش. ناخذ هنا الطول، ناخذ الطول ديال لامونش، ناخذ 17 سنتيم، ناخذ 17 سنتيم، هاد العرض ديال لامونش غنشوفو كيفاش غناخدوها. غادي نمشيو ونشوفو شحال نزلنا، يعني في الارتفاع ديال الصدر نزلنا 17 سنتيم، غنشوفو شحال، غنديرو 17 سنتيم، نديرو هنايا 13 او 14 على حساب كل واحد. هنا غادي نسطر هاد الخط كيبان ليكم، وغادي ناخد لامونش وغادي ندير بهاد الطريقة هادي، نخرج سنتيم من هاد الخياطة، وغادي ندير هاد الطريقه هادي، يعني هاد الكتاف كيكون ماشي مع خط المونش، وغادي نسير هاد النقطه مع هاد النقطه. تقدروا ديروا هذا الخط هذا، غادي تحسبوا هذيك العرض ديال لي مونش، غنديروا 18 او 17 هنايا في عرض الارتفاع اللي نزلنا في من الكتف للصدر، وكتقسموها على جوج، وكتزيدوا تقسموها دونك على هذه المسافه، كتزيدوا تقسموها على جوج، دونك كتقسموا هذه المسافه على 4، كتقسموها في الاول على جوج، وتزيدوا تقسموا هذه المسافه لهذه، كتزيد تقسموا على جوج، كتطلعوا هنا بواحد، وكتنزلوا هنا بواحد سنتيم او 0.5، وكتطلعوا بهذه الطريقه وتنزلوا، وتا هذه الطريقه حتى هي صحيحه، كتجيكم لامونش هي هذيك. تسيي لامونش ديالك بهذه الطريقه، كتشوفوا لامونش هنا، يعني سنتيم ديال الخياطه كيمشي في الكتف كما كتشوفوا، كتجي غير هي هذيك في لامونش. غادي ندوزو ناخذوا واحد لابوند باش نديروها في الكول، غتكون فيها العرض ديالها فيها 3 سنتيم، يعني كتاخذوها غير من هذه التقاطع اللي عندكم، كتشوفوا الدورة ديال العنق شحال عندكم فيها، وعتبروا الطول ديالها شحال،
يعني كتعبروا الطول ديال لابونت دي هنايا 14 وتعبروا دورة العنق 27 الطوغ ديال العنق الطوغ كامل وغادي نديرو العرض ديال لابون 3 سنتيم يعني 3 سنتيم يمشي في الخياطة وكتبقى لنا 2 سنتيم في العنق 3 كتبقى لنا 3 سنتيم كتشوفوا بهذه الطريقه تكون مقاده وغادي ندوزو المراحل ديال الخياطه ونديرو السرجه وندوزو الخياطه كتشوفوا دابا خيطنا الكول غندوزو نديرو الخياطه على باش نشدو الكول يبقى فيكسي
كما كتشوفوا يعني كيجي الكول في هذا الشكل هذا، وليمونش كما كتشوفوا. يجي فيني هذا هو الشكل النهائي ديال تي شورت، كيجي زوين. تقدروا ديروا له الشورت ديالو حتى هو ان شاء الله. في حصه اخرى غادي ندير الشورت ديال يعني الشورت ديال تي شورت. وكانت هذه هي حصه اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي تعم الفائده. مع السلامه.